طيب معايا للمزيد من النقاش هاتفيا الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. تحياتي لحضرتك يا فندم، مساء الخير. وأهم الرسائل اللي استوقفت حضرتك في بيان وزارة الخارجية المصرية بخصوص التوترات طبعا بين لبنان وإسرائيل. مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. بكل تأكيد مجموعة من الرسائل بلغت الأهمية اليوم صدرت من أعلى مستوى القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين وزارة الخارجية. أعتقد أنها بالفعل رسائل تحمل تحذيرات لدول الإقليم ودول المجتمع الدولي، وتطالب المجتمع الدولي أيضا بالتدخل السريع وأيضا تحمل مسؤولياته وإمكانيات أن يكون لديه وقفة حاسمة لإمكانيات وقف هذا التصعيد وعلى انزلاق المنطقة لحالة معرة من الاستقرار التي سوف يؤدي إلى انزلاق الجميع بحرب موسعة كما يهدف الجانب الإسرائيلي في تعاطيه مع كثير من التفاصيل مشهد العراق الجاري حاليا على المستوى الامني والعسكري مع محور الممانعه او محور المقاومه. اعتقد الرساله كانت بلغت الاهميه من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، واعتقد خلال لقاء طبعا مع رئيس هيئه الاركان الامريكيه المشتركه كما اسلفتم سابقا. واعتقد ان ما تحذيراته ايضا ادراك الرئيس لطبيعه الصراع في الاقليم طلب من الجميع بكل تاكيد طبقا للرؤيه المصريه والطرح المصري وايضا وقوف الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يكون هناك موقف دولي يتحمل مسؤولياته والمجتمع الدولي على مدار ليس فقط فيما أحداث لبنان اليوم، أعتقد على مدار العشرة أشهر الماضية منذ أحداث غزة طوفان الأقصى وحتى اليوم. وأعتقد هذه الرسائل من قبل الرئيس والخارجية المصرية تحمل مدلول أن هناك بالفعل مخاطر جمة في الإقليم تحتاج إلى إعادة النظر في كثير من السياسات، وأن يعطى الجميع الفرصة للتجاوب والتعاطي مع الجهود التي تقوم بها مصر حاليا من أجل إنجاح مفاوضات التهدئة التي ترعاها القاهرة اليوم دور كل الفرقاء والوسطاء أملا في أن يكون هناك تخفيف لحدة أو وقف لحدة النزاع وأيضا تخفيض منسوب هذا الصراع، وضرورة أن يكون هناك بالفعل التوصل إلى صيغة تفاهمية تؤدي لأن يكون وقف لإطلاق النار ووضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي باعتبار أن مصر ترى أن هذا هو المخرج الوحيد لوقف التصعيد في الإقليم. عندئذ لما تنجح تلك الجهود ويكون هناك تجاوب وتعاطي وتخلي اسرائيل ونتنياهو عن اللاءات وعن المواقف المتشدده وعن وضع العصي في العجلات ان يعني هذا الامر سينسحب على سحب كل الذرائع وربما يؤدي الى تهدئه كل الجبهات ليس فقط في قطاع غزه لكن حتى الجبهه اللبنانيه الاسرائيليه وحتى فيما يتعلق بالتهديدات الايرانيه للانتقام من اسرائيل ردا على انتقام ما اغتيال اسماعيل هنيه في الاسابيع الثلاثه الماضيه. الموقف المصري واضح يصب في خانة احتواء هذا التصعيد، مطالبة الجميع بضرورة أن يكون لديه درجة كبيرة من تحمل المسؤولية في الإقليم وعلى المستوى الدولي نظرا لخطورة الأوضاع التي تسترع الانتباه أن مصر كانت سباقة منذ اللحظة الأولى 13 أشهر ماضية كان لديها حراك وأيضا مروحة واسعة من التحركات والحراك على أكثر من صعيد، دعم الشعب الفلسطيني، توفير استحقاقات الدعم والإغاثة الإنسانية والوقائية والمساعدات الإنسانية والغذائية وتوفير سبل الرعاية واحتضان المرضى من قطاع غزة باتجاه المستشفيات المصرية، واستمرار مصر وتأكيدها ورفض كل الضغوط على استمرار أن يكون لك المعبر مفتوح 24 ساعة يوميا وأيضا توفير سبل الإنقاذ العاجل لوقف مع حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة. في نفس الوقت طلع المفاوضات على المسار الأمني والسياسي وتوفر الأرضية الخصبة وتهيئ الأجواء لجسر الجوع. ممكن أتوقف مع حضرتك أستاذ أشرف عند المسارات السياسية أو ربما الحلول السياسية التي يمكن أن تطرح؟ حضرتك ذكرت أنه الأمال متوقفة عند التعاطي أو مرونة الجانب الإسرائيلي وهذا صحيح، لكن المشهد الآن الصراعات التي تحدث الآن إلى أي مدى تنذر يعني لا سمح الله الوقوع في حرب إقليمية، وهذا ما تحذر منه بالتأكيد مصر دائما؟ بكل تأكيد مصر والقيادة المصرية تستشعر منذ اللحظة الأولى أحداث السابع من أكتوبر أن ما حدث في غزة ويحدث في غزة حاليا سيكون لديه تداعيات خطيرة وأيضا تصورات لا يمكن التوقف عندها، كما اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من لقاء واكثر من اطلاله وايضا خلال استقبال الكثير من القاره الزعماء وايضا المبعوثين الدوليين في القاهره اقربها اليوم مع رئيس هيئه الاركان الامريكيه المشتركه. هذه التحذيرات لمطالبه بضروره ضبط الاوضاع ومنع انزلاق المنطقه الى التصعيد الذي يهدد الامن واستقرار المنطقه لديها درجه كبيره من استشعار ان هناك اخطار جمه في الاقليم وان من اجل هذا الهدف تسعى مصر الى نزع فتيل الازمه الرئيسي وهو تهدئه الاوضاع في قطاع غزه باعتبار ان النجاح المصري مع الوسطاء ومع المجتمع الدولي بقياده مصر في هذه المهمه الصعبه بلغه الاهميه، خاصه ان مصر تبذل جهود فارقه وخارقه من اجل ان يكون هناك بالفعل اقناع لكل
الأطراف بما فيها حماس والجانب الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وينزع الحقوق والذرائع تحت أقدام الذين يسعون إلى إمكانية أن يكون هناك بالفعل تأليب للأوضاع عسكريا وأمنيا في الإقليم. من هنا كان الجهد المصري الذي ما زال يبذل على هذه يبذل على مدار الساعات الطويلة لعدة أشهر وأسابيع طويلة واليوم في القاهرة أيضا توفير الأرضية وتوفير المحددات الرئيسية وتوفير ركائز يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة من خلال وقف إطلاق النار طبقا للمقاربات المصرية طرحت في اجتماعات الدوحة وفي القاهرة وفي باريس 1 وباريس 2 وآخرها في روما. كل هذه المقاربات المصرية تسعى إلى نزع فتيل التوتر وإمكانية أن يكون هناك بالفعل إبعاد لشبح التهديد وسحب الذرائع من أمام المغامرين بأمن واستقرار المنطقة. من هنا الجهد المصري ما زال مستمر يرى أن الحل الأمثل والمخرج الرئيسي الذي يلعب دورا كبيرا في إمكانية توفير إشارات يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة وقف إطلاق النار باعتبار هدف أسمى إنقاذ للشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت أيضا إبعاد شبح تهديد وأمن واستقرار المنطقة باعتبار أن القاهرة لما لمصر من دور نجاحات متواصلة وأيضا خبرات تراكمية على مدار سنوات طويلة وقف نزاعات في الإقليم أقرب الصراع بين حماس والجهاد من ناحية مع الجانب الإسرائيلي على مدار 10 سنوات منذ عام 2014 نجحت القاهرة في هذه المهمة بكفاءة واقتدار وفي درجة كبيرة من الكفاءة العملية. هذا الرهان على الدور المصري في محله لكن على المجتمع الدولي أن يسعى للجم شقاقات وانزلاقات إسرائيل نحو تسخين الأجواء وأعتقد أن من هنا كان رعاية القاهرة المفاوضات اليوم وتوفير كل السبل والمقاربات لخلق أجواء تلعب دورا كبيرا على وقف فتيل التوتر ونزع كثير من المبررات لإمكانيات أن هناك تصعيد لحرب موسعة متعددة الجوانب تسعى عليها أطراف في الإقليم وما حدث في جنوب في لبنان اليوم جنوب لبنان مع إسرائيل كان إشارة بالغة من المرحلة الأولى من قبل القيادة والدولة المصرية وبيانات والتحذيرات والرسائل للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي أنه لابد أن يكون هناك التفاتة جدية وتعاطي في كثير من الحراك العاجل والسريع نحو تهدئة ومنع انزلاق المنطقة إلى مخاطر جمة حذرت وتحذر منها القاهرة لما لديها من قراءة مستفيضة ورؤية عميقة من قبل القيادة أيضا بكثير من الأوضاع الملتهبة في الإقليم. نعم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام على كل ما تفضلت به. شكرا جزيلا لحضرتك.